اهلا بحضراتكم مره تانية. لسه بنتابع حوارنا عن كتاب وظفني شكرا، اهم النصائح وارشادات خاصه بخطوات اي انسان في بدايه عمله، ازاي ممكن يكسب المحيطين به في هذا العمل، ازاي ممكن يحقق نجاح في هذا العمل، امتى ممكن يسيب هذا العمل. برحب مرة تانية بالأستاذة الكاتبة الصحفية عزة إبراهيم، وكنا وصلنا للنقطة الخاصة بالحياة في محيط العمل مع الزملاء، العلاقات الاجتماعية قد إيه بيكون ليها تأثير كبير إما في الاستمرار أو في الانسحاب كمان. بالتأكيد بالتأكيد مهم جدا إن احنا نبني روابط اجتماعية كويسة في مجال العمل، لأن ده هيساعدنا على الأداء والاستمرار، وده مهم جدا لأنه بيئة العمل المتوترة لا تفيد على المستوى الشخصي ولا على المستوى المهني. هتأثر على الشغل بالتأكيد، وهتأثر على حالتي المزاجية طول الوقت، وهتأثر على حالتي النفسية طول الوقت. حتى لو تبقى سبب في الانسحاب من العمل كله بالتأكيد لو تفاقمت، لو ما تمش حلها سريعا، يعني العدوات أو الضغائن في مجال العمل ممكن مهما كان الإنسان ناجح تتسبب في أنه يسيب شغله. من خلال التجارب والتواصل مع ناس كتير زي ما قلتي لي حضرتك بيبعتولك على الموقع الخاص بجريدة الوفد، فبالتالي بتتعرفي على مشاكل متعددة. البنات أكتر حماسا للاتجاه لأنواع مختلفة من العمل بدون تعالي أو تكبر على مهنة معينة من الشباب؟ بالتأكيد البنات فعلا؟ البنات عندها حماس أكتر في مجال الدراسة وفي مجال العمل. إذا أخلصت، يعني إذا كانت فعلا مخلصة النية. لكن كتير من البنات بتبقى يعني متمسكة بالعمل لمجرد أنه وسيلة للهروب من البيت، إنها عايزة تنزل كل يوم وعايزة تغير جو، طبعا من حقها، لكن ما عندهاش الحماس للنجاح في العمل وللتقدم. وبالتالي بندخل أماكن كتير جدا نلاقي المكان اللي فيه بنت مش ناجح او مش اكتف او مش فعال، او مثلا تحبي تروحي تتعاملي في مكان معين مع راجل لانه اكتر حماس للشغل واكتر اداء لمهنته، في حين البنت منشغله في حاجات تانية خالص بره العمل. لكن في نفس الوقت تليفون او غيره، لكن في نفس الوقت البنات لما بتخلص في مجال الدراسه بتلاقيها اكثر تفوقا. في مجال العلم بتلاقيها أكتر، في مجال الدراسات العليا بتلاقيها أكتر، في مجال العمل لو أخلصت بتبقى متفوقة جدا. والشاب؟ الشاب بتحكمه معايير تانية، بتحكمه الظروف الاجتماعية، أنه لازم يشتغل ولازم يتحمل مسؤولية حتى لو مش حابب. لكن البنت ممكن تنزل باختيارها شوية، يعني ممكن تبقى عندها القدرة رفاهية الاختيار أن أنا يشتغل يا ما اشتغلش، إلا إذا كانت ظروفها الاجتماعية بتتطلب ده أو عندها طموحات خاصة، وده مهم جدا. لكن الولد لازم بيكون بيشتغل، فده بيكون أكتر دافع ليه. في جزء في الكتاب بيتكلم عن التغلب على ما ممكن أن يعرقلك في عملك. أولا عليك أن تناقش حقيقة ما يجعلك في حالة من عدم القدرة على التعامل مع المحيطين، هل هو خوف من أن تسوء العلاقة، أم هو عدم ثقة بالنفس، أم هي مهارات لم تكتسبها حتى الآن، أم أسباب أخرى مختلفة. كلما وضعت يدك على حقيقة السبب تمكنت أكثر من التدرج في مواجهة هذه المشاكل حتى لو استغرقت وقتا. نقطة تانية، ضع لنفسك واجبا ذاتيا لمشاهدة من حولك بشكل واعي، فتتابع التصرفات في هدوء، فتتعرف على الشخصيات في هدوء، فمنهم من يحتاج لإعطائه قيمة، ومنهم من يحتاج أن تكون لطيفا معه، ومنهم من يحتاج إلى أن يقوم بواجباته المحددة. حضرتك يعني في تركيز على المحيطين في العمل وقد إيه بيكون ليهم تأثير كبير على الإنتاج في ساعات العمل خاصة لو كان طويل. مهم جدا مهم جدا، يعني زملاء العمل بيكونوا أحد عوامل نجاح أي فرد في عمله، وهم برضو أحد عوامل إفساد هذه المنظومة أو إفساد هذه العلاقة، لأنه ممكن يكون إنسان ناجح جدا وعنده عطاء كبير جدا في شغل، لكن في نفس الوقت محاط بضغائن أو بعلاقات غير جيدة تفسد له شغله. يعني ممكن زمايله غير المحبين ليه يتسببوا في ضرر له أو يتسببوا في إفساد شغله، في حين لو في علاقة من الحب والود بتسود بيئة العمل ممكن يساعدوه على إتمام مهامه، لكن العكس مش مطلوب أبدا. الفصل بين الحياة الشخصية والعمل مطلوب جدا، انه مش معنى ان احنا نبني روابط جيدة داخل إطار العمل انه ان العلاقات الشخصية او روابط الاجتماعية
تطغى على العلاقة المهنية. مهم جدا أنه المصلحة في الأول تكون للشغل، وده اللي بيفرق إنسان ناجح عن إنسان غير ناجح، لأنه ناس كتير جدا بتكون اجتماعية قوي وكل الناس في الشغل صحابها وفي علاقة لطيفة جدا، لكن على المستوى العملي هم غير فعالين أو أدائهم غير مميز أو غير فريد. مهم جدا أنه تكون رقم واحد في الشغل هو الأداء والعطاء والإنتاج، وكل حاجة بعد كده بتخدمه، يعني مهارات أحياناً الشخصية أحياناً يكون هو ده يعني مفتاح المحبة من المحيطين، أنه ده شخص يعني عنده مهارات عالية وكفء لمكانه. بالتأكيد بالتأكيد. لكن ممكن يكون في يعني في حالات قليلة جدا أحد وسائل يعني إثارة الضغينة من شخصيات سلبية مثلا، لأنه وارد جدا يكون في العمل، وده اللي بيفسد بيئة العمل أحيانا، أنه يكون في شخصيات سلبية بتكره نجاح الآخرين أو مش عايزة حد يعلو عليها. فمهم جدا كسب الناس دي بعلاقة من الود والتعامل اللطيف جدا معاهم والتواضع معاهم، لأن هما بيكونوا يعني عندهم قدر كبير من السلبية والتصيد لأخطاء الآخرين، ودول موجودين في كل بيئات العمل وعلى كل المستويات المهنية، اللي هم غير منتجين أو غير منتجين أو كفاءات. منتجين لكن ما عندهمش القدر الكافي من حب الآخرين، وإنه عايز الكل ينجح، يعني يعني القيم دي شوية غايبة عننا، وعاوز هو ينجح لوحده أو عاوز هو يكون أكتر واحد ظاهر، أو لو ما بيشتغلش عاوز كل الناس ما تشتغلش عشان ما يبانش إنه ما بيشتغلش. فمهم جدا إنه إحنا نكسب كل الناس، وإنه نبني علاقات جيدة جوه العمل، سواء مع الناس اللي بتدي كويس أو مع الناس اللي أدائها ضعيف. أهم المشكلات اللي لفتت نظرك في التواصل مع الشباب والشابات اللي بيبحثوا عن وظيفة في الفترة الحالية؟ عدم الحماس الكافي وعدم تقدير الذات بشكل مناسب. يعني مهم جدا ان انا اعرف قدراتي. عدم الحماس بمعنى ايه؟ يعني هو اصلا بيبحث عن وظيفة، من المفترض انه ده في حد ذاته في نوع من الحماس التحمس، لكن يمكن ما عندوش قدرة على تطبيق الحماس ده على ارض الواقع. يعني ممكن تجي له وظيفة لا تبعد كتير يعني كثيرا عن اماله، لكن يعزف عنها، يعني ما يكملش. مهم جدا الحماس ده يتجسد في بيئة العمل، يعني لما تجيله وظيفة مناسبة ولو بنسبة 50-60%، حتى لو ما كانتش هي بتلبي كل طموحاته حاليا، فهي ممكن تكون خطوة في السيفي، سلم يقف عليه ويرتفع درجة أكبر في التطور المهني أو في التطور الشخصي. وده مهم جدا إن أنا يكون عندي ثقة بنفسي، إني أكون دخلت مجال وأثبتت فيه نجاح حتى لو المجال ده بسيط. ده هيديني ثقة أكبر في نفسي ويأهلني لوظيفة أحسن اللي أنا بحلم بيها. في جزء بتتكلمي عنه عن ضغوط العمل وكيفية التعامل معها وعدم الشكوى من ضغوط العمل زي ما بيحصل من وقت للتاني. بتقولي الضغوط اللي بنتعامل معها في العمل كثيرة وغالبا ما تكون يومية، وأحيانا ما نقف أمامها عاجزين، مما يضعنا في موقف محرج أمام كل من هو موجود في هذا العمل. بالتأكيد ضغوط العمل ممكن تكون إنجاز مهام كتيرة في وقت قليل، ممكن تكون العمل تحت ضغط في مثلا في بيئة عمل غير هادية مثلا، كتير ناس حوالينا، ممكن يكون ضغوط العمل انه مكان العمل بعيد جدا عن بيتي، فانا بضغط يوميا عشان اوصل لمكان عملي، ممكن يكون عندي شغل تاني بعد الشغل، وكتير ناس بتشتغل اكتر من شغلانة عشان يعني يعني متطلبات الحياة، كل دي ضغوط عمل. ممكن تكون الضغوط الاسرية كمان بتزيد ضغوطي في العمل، طول الوقت عندي مشاكل، طول الوقت بتجيلي مكالمات وانا في شغلي بتابع في مشاكل في البيت او بتابع في حاجة مهمة انا متابعها، كل دي بتزود ضغوط العمل. مهم جدا ان انا اكون انسان قادر على الفصل تماما ما بين ضغوط العمل وضغوط حياتي، سواء يعني انا لو بذلت ساعتين مثلا الصبح عشان اروح الشغل وداخل الشغل متبهدل وتعبان، مهم جدا ان انا احاول تو ريلاكس واني اقعد وابدا شغلي، ابدا يومي متفائل، ابدا يومي عندي قدره على العطاء، مش مثلا لو انا موظف وراجع وداخل الشغل وبعد ساعتين من العناء في المواصلات زي كل المصريين يدخل عليا اي حد طالب اي خدمه، الزحمه في الشوارع بالزبط. ضغط في حد ذاته بالظبط، عشان توصلي لوظيفتك انت بتوصلي الصبح منهكه، الناس كتير جدا بتوصل الصبح منهكه،
ساعتها يعني ممكن يوصل شغله ويقعد على المكتب، أي حد يجي يطلب منه خدمة يلاقي أداء غير جيد على الإطلاق. ده مهم جدا، مهم إذا جدا إن احنا ما قدرناش تجنب هذه الضغوط، على بالتأكيد الأقل يكون في رد فعل هادئ تجاهها. بالتأكيد بالتأكيد. لأنه كل اللي حضرتك قلتيه ده ممكن الشخص ما يقدرش إن هو يدي في يوم عمل جديد يتجنبه، لا أقصد إنه كمان ممكن ما يتجنبوش مثلاً. بالتأكيد هو مش هيقدر يتجنب ضغوط الحياة، هي ضغوط الحياة مش باختيارنا. احنا يعني مضطرين نواجه ضغوط الحياة، لكن مهم جدا ان انا لو عايز اكون انسان ناجح، لو عايز استمر في عملي، لو عايز اكون انسان محبوب، يعني ما ادخلش الشغل مثلا متضايق ومتنرفز وازعق في اي حد، حتى لو كان حد اقل مني درجة في العمل، لانه انت يعني مهم جدا ان انا اكسب كل الناس على كل المستويات، حتى لو اقل مني، حتى لو زملائي، حتى لو رؤسائي. ودي نقطة انا ناقشتها باستفاضة في الكتاب، وهو ازاي اتعامل مع المدير. فمهم جدا ان انا اكون اول ما بدخل الشغل قادر افصل ما بين كل الضغوط اللي عندي، سواء في اليوم السابق او الصبح، وابدا يوم عملي بقدره على العطاء وقدره على الانتاج، لو انا فعلا انسان عاوز استمر وعاوز انجح وعايز اكون مميز جدا في عملي. ازاي ممكن يتم التعامل مع المدير والفصل كبير الحقيقه اللي خاص بالرئيس، خاصه رئيس العمل الجديد؟ بالظبط. يعني بالزبط. حضرتك فاصله بين المدير في المكان اللي خلاص يعني الشخص أخد عليه وقعد فيه فترة، عن الرئيس الجديد لهذا العمل. صحيح، بالتأكيد مهم جدا لما يجي رئيس جديد للعمل لا أتحدث عن سلبيات الرئيس السابق، وإني أكون زي ما قلت من الأول إني أكون إنسان إيجابي طول الوقت، والسلبيات ما تاخدش مكان أبدا من حديثي أو من الكلام. ومهم جدا انه يعني احيانا كتير بيكون المدير عنده مشاكل شخصيا، يعني قد يكون زي اي بني ادم يعني، وبالذات لو مدير، بالذات الناس في مواقع القياده بتبقى اكثر عصبيه واكثر يعني يعني بتطلب كتير، ومحتاجه اداء العمل في اقل وقت ممكن، حتى لو كان هو كان بيأديه في وقت اكبر، لكن هو عايز الموظف يكون اكثر اداء منه. فمهم جدا ان انا ازاي استوعب المدير في حالات العصبيه، ازاي احاول طول الوقت اوصله صوره جيده عني بادائي وبهدوئي. ده مهم جدا. في جزء في الكتاب اسمه عريس من الشغل مسموح ولكن بشروط. يعني اولا ليه تطرقتي للنقطه دي في كتاب بيتحدث عن كيفيه الحصول على وظيفه اصلا؟ بالتاكيد هي فعلا سؤال في محله، لكن الواقع اثبت انه وفي دراسات على كده، يعني الموضوع ده جالي فكرته من دراسه، وبدات ادور على الماده الخام اللي ممكن اطلع منها موضوع زي ده في الصحف الاجنبيه، بعد ما قريت دراسه بتقول انه نسبه كبيره جدا من الزيجات بتتم في مجال العمل، وده راجع لانه البنت مثلا اللي بتشتغل يعني بتقضي اكتر من نص يومها في مجال العمل، فده يعني دي الفرصه الاكبر بعد البيت للحصول على عريس، وده بيحصل فعلا يعني على المستوى الاجتماعي والواقع اللي احنا عايشين فيه. كم حد اتجوز زمايله؟ كتير جدا، معظم الزيجات بتتم في مجال العمل. فحبينا شويه ندي البنات جزء في الكتاب، يعني نخصص لهم كده مساحه ونتكلم عن نقطه مهمه جدا بالنسبه لهم، بالنسبه للشريك الاخر كمان، يعني انه وارد جدا انه يحصل نوع من التفاهم ما بين شخصين في مجال العمل، لكن مهم جدا انه ده ما ياثرش، الشروط اللي انا بتكلم عنها انه ازاي ده ما ياثرش على بيئه العمل. وده يمكن يرد شويه على السؤال اللي حضرتك اتكلمتي عنه، انه ازاي موضوع زي ده في كتاب بيتكلم عن التوظيف، لانه الكتاب كله بيخدم ازاي اكون ناجح في شغلي، ازاي اوصل للوظيفه اللي انا بحلم بيها وازاي اكون ناجح فيها. فلو البنت او الولد اتعرض انه بيرتبط في مجال شغله بزميلة له، مهم جدا انه ده ما يأثرش على شغله، وده اللي ده اللي بتكلم عنه في الموضوع، مش ازاي تحصل على عريس الشغل، لا، ازاي لو ده حصل ده ما يأثرش على الشغل ابدا، وازاي تضمن لنفسها ولو اعلى مستويات الانتاج والشكل الاجتماعي اللائق اللي ما يخليش مثلا المدير او الزملاء يستنكروا اي علاقه بينهم، لان دي لا تؤثر على الشغل او على شكلهم الاجتماعي ابدا. في نقطه مهمه خاصه بالفيسبوك، واحذروا استخدام الفيسبوك في العمل. في ناس يعني ممكن يبقى عندها وقت فاضي
في شغلها، فبتستخدم الفيسبوك كتير. وحضرتك في الكتاب يعني شايفة انه ده شيء ممكن يكون له تأثير سلبي. بالتأكيد بالتأكيد الفيسبوك تحول لإدمان، ما بقاش بس في وقت فراغنا احنا تقريبا فيسبوك 24 ساعة. فمهم جدا، وبالذات لما بيكون في مجال العمل ومجالات العمل اللي فيها ضغط كبير، مش مجرد انه انا عندي وقت فراغ فبقضيه على الفيسبوك، لا، انا ممكن فيسبوك يضغط على وقت العمل، وده اللي بيحصل غالبا. وكتير جدا من اصحاب العمل بيشترطوا عدم دخول على الفيسبوك اثناء ساعات العمل، او مثلا بيقفلوا الويب سايت ده خالص على العاملين من كتر ما الناس قاعدة على الفيسبوك واليوتيوب فالحاجات دي طبعا بتأثر جدا على الأداء، وبتدي صورة على فكرة حتى لو ما أثرتش على الأداء، لو إن المدير استنكر ده أكتر من مرة بتدي له صورة سلبية جدا عن الموظف، إنه مهمل أو إنه بيتسلى أو إنه ما بيديش الشغل قدره الكافي من التقدير والاحترام. في نصايح خاصة بالبنات اللي بتبدأ حياة عملية جديدة وكاتبة دستة أخطاء تفعلها البنات، بتأكيد. ايه التصرفات اللي من وجهة نظر حضرتك شايفاها خاطئة للبنات اثناء اتجاههم لبداية حياة عملية؟ حاجات كتير منها مختلف. بتتعلق بالمظهر وحاجات تانية بتتعلق بالسلوك، ويمكن دي ترجعنا تاني للنقطة اللي اتكلمت فيها مع حضرتك بخصوص انه احيانا كتير من البنات بتلتحق بوظيفة لمجرد الخروج من المنزل، مش لطموحات مهنية او شخصية هي بتحلم بيها. فمهم جدا البنت تكون ليها مظهر معين في اللبس، يعني في الشغل مش كل اللبس يتلبس في الشغل، مش كل الالوان تتلبس في الشغل، مش كل السلوكيات تتعمل في الشغل. مهم جدا لانه البنات شويه لما بيبنوا علاقات جيده في مجال العمل بتتحول بيئه العمل، بتكون اقل جديه يعني ما بين الزملاء سواء بنات او ولاد. فمهم جدا ان البنت شويه تكون فاصله ما بين العلاقات الجيده، وبالذات ان البنات بطبيعتها ودوده ومحبه جدا للعلاقات الاجتماعيه غير الرجل تماما، غير الرجل طبعا. فمجرد انه البنت تكون موجوده في مكان ده بيدي شويه نوع من المرونه للمكان، بلس هي كمان بتحاول تبني علاقات جيده، فالموضوع ممكن يخرج عن اطار الانتاج الجاد، وهو دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها. لكن مهم جدا البنت تكون طول الوقت لطيفة، مهم جدا أنها طول الوقت تكون مهتمة بمظهرها، مهم جدا أنها تبني علاقات جيدة. المهم أن ده لا يؤثر على بيئة العمل ولا يؤثر على إنتاجيتها وإنتاجية زملائها. أنت مدير نفسك، ده باب خاص بضرورة أنه الإنسان يكون عامل تحكم في كل شيء خاص بسلوكه بعمله بعلاقاته، زي ما حضرتك تفضلتي وتكلمتي عن أهميتها في محيط العمل وفي الحياة بشكل عام، إنه يكون هو المدير على نفسه. ممكن تدينا تفاصيل أكتر عن الباب ده؟ ممكن مدير ما يراقبش الموظف طول الوقت، مش شايفه مثلا على الفيسبوك طول الوقت، مش شايفه بيتكلم في التليفون كتير، مش شايفه ما بينتجش. ممكن يكون نظام المراقبة أو المتابعة في الشغل بيدي الموظف قدر كبير من الحرية، ما يعني مش لازم المدير يتابعه طول الوقت، لكن مهم أنا أكون مدير نفسي، مهم جدا أن أنا احقق طموحاتي، مهم جدا اني اكون ناجحه في شغلي، مهم جدا اني ما اديش فرصه للحاجات اللي ممكن تقلل انتاجيتي او تقلل انفرادي وتميزي في العمل. مهم جدا انا يعني خلينا نقول شويه يكون عندي ضمير في الشغل، ودي جزئيه بنفتقدها كتير في مجتمعاتنا العربيه بصراحه، وده اللي بيخلينا فرق ما بين هنا والدول المتحضره. كمان هو جزء من ديننا الإتقان في العمل والتفاني فيه والإنتاج، يعني لحد ما يعني نصل للهدف المنشود والمرجو. وكلنا معترفين إن إحنا بعاد جدا عندنا في النقطة دي، إنه ضمير قل جدا في الشغل. الناس ما عندهاش، ما بتراقبش نفسها. يعني أنا لو براقب نفسي، لو كل واحد بيراقب نفسه مش هنحتاج لمدير يراقبنا، مش هنحتاج لكاميرات متعلقة في كل الشركات دلوقتي، مش هنحتاج يعني إن إحنا نكون رقباء على نفسنا، رقباء على إنتاجنا. هل أنا أنتجت كويس؟ هل أنا كنت فريد؟ راضي عن نفسك أو لا؟ أنا راضي. لكن على فكرة في ناس بتبقى راضية وهي ما بتديش، يعني مبسوط إنه كده، وده طبعا غلط. ليه؟ يعني لانه ما عندوش القيم دي، يعني قيم انه يعني قيم انه اني ادي او اني انتج، مش كل الناس عندها القيم دي.
ناس كتير جدا، يعني حضرتك كنت لسه بتتكلمي معايا انه ناس كتير جدا ممكن تكون مبسوطه ان هي بتروح من الشغل بدري، والناس المكافحه اللي بتروح بالليل يقول له ايه اللي انت بتعمله ده، انت متبهدل. يعني الكفاح يعني عندنا، الكفاح اللي هو القيمه الايجابيه جدا. هو كان شايف جداً صاحبه انه يعني تعبان قوي زياده عن اللزوم، يعني انه بيشتغل الصبح وبعد الظهر، وكان بينصحه بانه يعني يستغنى عن وظيفه منهم وخلاص، يعني بدل ما هو تعب يعني نفسه. يعني شوفي حضرتك قد ايه قيمه الكفاح اللي هي حاجه ايجابيه جدا، ويعني قد يكون منصوص عليها في الدين وكل القيم الاجتماعية السليمة. بتكافئ عندنا ايه في المجتمعات العربية؟ البهدلة. بالظبط زي الطيب بيدل على المصطلح ده. زي الطيب غلبان او مش فاهم. يعني بجد كل القيم الايجابيه عندنا تحولت لمسميات سلبيه جدا، بتعزز بتحبط بقى الانسان. يعني تخيل لو حد مكافح طول الوقت انت متبهدل انت متبهدل، وفي حاله من الاحباط الشديد، وهو فعلا تعبان ومحتاج دعم نفسي ومحتاج دعم اجتماعي، وفي الاخر يتخلى عن القيمة العظيمة دي وعن كفاحه ومزته اللي قلت كتير جدا في مجتمعاتنا عشان هو متبهدل. فإحنا القيم الإيجابية شوية تراجعت عندنا جدا، والقيم ولازم يكون في برضو إصرار من الشخص ويبقى مهتم باللي بيأديه ومؤمن بيه حتى النهاية، فبالتالي الكلام ما يلتفتش للكلام ده. بالتأكيد طبعا ده في نوع بالتأكيد من الصعوبة شويه، ولكن هو عايز كفاح على كفاح على فكره، يعني هو عايز كفاح من نوع اخر. لانه لما بينجح المجتمعات السلبيه، لما ينجح بقى ويوصل لي يعني اللي كان بيأمله، اللي كان بيقلل منه بيقف جنبه ويقول له يعني انه هو كافح بالتاكيد، وانه دي نتيجه متوقعه لكفاحه، والكلام بيتغير بالتاكيد. وده اللي بيخلينا دايما نقول ان النجاح في مصر او في الدول شويه اللي بيئه العمل فيها صعبه او القيم الاجتماعيه فيها، القيم الايجابيه فيها تراجعت بالمقارنه بالدول المتحضره، انه النجاح هنا يعني بيساوي اضعاف مجهود النجاح بره. وده بيخلينا قد ايه يعني نقدر جدا الانسان اللي ينجح في بيئه صعبه او بيئه امكانياتها ضعيفه زي البيئه الاجتماعيه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. حضرتك يعني في كتابك قدمتي نموذج أمنية مصطفى، ممكن تدينا فكرة أكتر؟ هي بتتكلم عن مشكلة من مشاكلها، انه هي تقدمت لوظيفة بدون يعني تقدمت لوظيفة كانت بتحلم بيها وما قدرتش تحصل عليها، وازاي قدرت تطور نفسها وتطور مهاراتها وتوصل الوظيفة دي. على فكرة مش أمنية بس، احنا كل موضوع في الكتاب بادئ بقصة شاب حقيقية بادئ بمشكلة حقيقية. يعني احنا مش بس كنا يعني بنلقي معلومات، احنا كنا في حالة من التواصل والتفاعل ما بين القارئ وما بين الكاتب. يعني انا بشوف، مش بس انا بقول انا عاوز اقول له ايه، انا عاوز اشوف ايه مشاكله وانا برد عليها. يعني امنية مشكلة من مشاكل، لكن كل الموضوعات اللي في الكتاب بادئة بمشكلة شاب وازاي احلها. يعني انا مشكلتي مش قادر اكتب السي في، مش عارف ايه هو الكفر ليتر، دخلت انترفيو كذا مرة وكل مرة اسقط ومش عارف العيب فيا ولا في الشغل في اللجنة. اشتغلت كتير وكل شوية يسيب شغلي ومش عارف استقر. الخوف والارتباك من اهم مشاكل المقابلة الاولى بالتأكيد. دي اهم حاجة، دي اهم حاجة، وان انا اكون متقدم لوظيفة غير مناسبة. لكن قد ايه يعني انا ممكن اكون مؤهل جدا، لكن الخوف والارتباك يخليني اخسر الوظيفة، ويكون هو شخص مناسب جداً وعنده كفاءات. ممكن يكون مؤهل نفسيا، ممكن يكون مؤهل مهنيا وعنده قدرات شخصيه حضرتك حيلة. من خلال دراستك وبحثك في اكتر من يعني نموذج قدامك طرح بالفعل وتناقشتي معاه، شايفه انه ايه اسباب الاضطراب اللي بيحصل؟ يعني اذا كان هو كفء للمكان وده احد اسباب تقدمه وبثقه للعمل في المهنه دي، هو اضطراب طبيعي بالظبط زي ما بندخل الامتحان. بس هي فكره عدم الثقه. يعني انا عاده اي حد بيكون مضطرب لما يكون داخل على موقف جديد، وبالذات اذا كان الموضوع بالنسبه له حيوي او الوظيفه دي هي اللي بيحلم بيها وخايف جدا انه يخسرها. لكن مهم جدا، وده دور الكتاب ودور ان الاطلاع بشكل عام ودور انه انا اكون متابع ل ومتابع في قراءاتي، ان انا طول الوقت يعني انا مثلا داخله على الانترفيو وطبيعي جدا اني اكون قلقانه، مهم جدا اني اقرا قبل الانترفيو ايه اللي ممكن يخليني اكون هادي، ايه اللي يخليني اتخلص من التوتر، ايه سبب توتري اصلا، هل انا فعلا غير كفء
هل انا فعلا غير مناسب للوظيفه، وده محتاج مني بقى تفكير على مستوى تاني ان انا ادور على الوظيفه المناسبه. لكن اذا كنت يعني مناسب، لازم اقعد مع نفسي واهدي نفسي واشوف ايه المشاكل. لو انا حاسس ان انا عندي مشكله ممكن تحبط حصولي على الوظيفه المأموله، احاول احلها. اظن لو انا داخل الانترفيو وحاسس ان انا ما عنديش مشكله وعندي قدر كبير من الايمان والثقه بنفسي والثقه في طموحاتي وداخل هادي ومستقر نفسيا وعندي حاله كبيره من تقدير الذات، اظن جدا ان انا هقدر يعني ادي اداء جيد وادي اداء جيد في الانترفيو، وان شاء الله يكون بعدها الحصول على الوظيفه. وبالذات انه ناس كتير جدا بتنجح في الانترفيو، اكيد انا هكون واحد منهم في يوم من الايام. جايبه كمان نموذج اخر، ياسر فاروق. ياسر فاروق بقى بيتكلم عن ايه المره دي؟ بيتكلم برضو عن مشكلته في الحصول على وظيفه. كل واحد فيهم بيتكلم كانت ايه مشكلته بالتحديد، هل كانت مشكلته في السي في، ولا مشكلته في الانترفيو، ولا مشكلته مع زمايله في الشغل، ولا مشكلته مع المدير. وده اللي بنحاول نعالجه. يعني ده جرب فعلا اكتر من عمل. كلهم بالظبط بالظبط، جرب اكتر من وظيفه وبيحكي لنا تجربته لحد ما وصل للوظيفه المأموله. حضرتك شايفه انه المشكله احيانا كثيره بتبقى في الشخص المتقدم للوظيفه اصلا، يعني مش الراتب او المدير او المحيطين بيه في العمل. بالتاكيد في مشاكل في كل ده، لكن انا يعني ممكن يبقى هو نفسه احد اسباب عدم حصوله على الوظيفه. بالتاكيد دي هو اهم سبب، هو أهم سبب. يعني لو إنسان عاطل وقاعد في البيت وما عندوش شغل وجات له وظيفة براتب قليل، صحيح الراتب مش كويس، لكن هو ممكن يفضل عاطل. هل يعني هل يفضل عاطل ولا يشتغل براتب قليل؟ النصيحة بقى مهمة. بالتأكيد بالتأكيد، وإنه يقعد مع نفسه ويشوف هو عاوز إيه، عاوز يفضل عاطل ولا عاوز يشتغل بمرتب قليل، ولا عاوز يأهل نفسه ويحط سطر جديد في السي في يأهله الوظيفة أحسن. بتتكلمي كمان عن التعامل مع غضب الآخرين وأهميته. مهم جدا أن أنا أحاول أستوعب كل الناس سواء زملائي أو مديريني، وبالذات مديريني. مش صح أبدا أنه لو في مدير منفعل، وبالذات عادة اللي بيكون في مواقع القيادة بتكون أعصابه أكثر استنفارا يعني، فمش صح أبدا أن أنا أواجه المدير بتاعي في حالات العصبية أو في غير حالات العصبية. يعني مهم جدا يكون في تقدير واحترام بين الناس في مجال العمل، مهم. وده على فكره بنفتقده جدا في مجالات العمل دلوقتي. كتير بنلاقي خناقات جوه العمل على كل المستويات، المدير بيتخانق مع الموظف اللي اقل منه، او الموظفين بيتخانقوا مع بعض، او الموظف بيتخانق مع المدير. كل ده مرفوض في بيئه عمل ناجحه وبيأثر عليها. بالتاكيد بالتاكيد. لا تتعمق في التفاصيل. بمعنى ايه؟ يعني انا لو ببني علاقات جيده مع زمايلي مش لازم اتوغل في حياتهم قوي. يعني انا مهم ان انا اكون انسان هادي، ومهم جدا ان انا اكون انسان علاقتي طيبه بالناس اللي معايا، لكن مش لازم اتوغل في حياتهم وفي تفاصيل حياتهم. وان يكون الشغل مش مجال ابدا للحديث عن تفاصيل الحياه. يعني حتى لو اتبنت علاقه صداقه بدات من زماله في الشغل، مهم جدا ان الشغل ما يكونش فيه الحديث عن التفاصيل دي لو احنا فعلا عايزين بيئه عمل ناجحه. ختمتي الكتاب بسلوكيات لو فعلتها لازم تسيب العمل. بس بعد برضو رجعتي للشخص نفسه انه هو سبب دخوله العمل وسبب خروجه من العمل. انا الكتاب ماشي بالتدرج ده، ماشي من اول كتابه السيره الذاتيه، وبعدين الكفر ليتر، وبعدين الانترفيو، وبعدين خلاص انا نجحت في الانترفيو، وبعدين خلاص دخلت الشغل، وبعدين خلاص ببني علاقات مع زمايلي مع مديريني، ايه المشاكل اللي بتواجهني، البس ازاي، اتعامل ازاي، انجح ازاي، واعالج كل المشاكل اللي هتقابلني ازاي. واخر موضوع في الكتاب هو يمكن شويه بيدي ايحاء سلبي، اللي هو مؤشرات حضرتك تناولتيه بسخريه نوعا ما. يعني هو الكتاب كله واخد الطابع الخفيف او لايت، باعتبار كتاب شبابي. سلوك الشخص هو ممكن في النهايه ينهي كل اللي احنا قلناه. هو مش سلوك الشخص، والله ممكن تكون بيئه العمل. انا مش عايزه اتحمل على الشخص، بس انا قصدي انه الانسان يكون مكافح قوي ويكون قادر انه يعني يحقق احلامه في اصعب الظروف. لانه لو على هي حياتنا صعبه جدا، يعني فعلا الظروف في مصر صعبه جدا، الظروف السياسيه والاجتماعيه والشغل بس صعب. بس في نفس الوقت حاجه صعبه مصرة. يعني اللي بيحصل في الجامعات
ممكن يخلي طلاب ما يروحوش. ما يروحوش. في نفس الوقت لما بنتواصل مع أساتذة ومسؤولين عن جامعة القاهرة، جامعة الأزهر، بيأكدوا لنا إنه اللي الناس موجودة. بيثيروا الشغب واللي بيحاولوا إن هم يفسدوا العملية الدراسية هم مئات، لكن الآلاف هي اللي بتتجه للمحاضرات، هي اللي بتتجه للتواصل مع الأساتذة، مع الدكاترة، علشان مهمتهم وهدفهم الأساسي هو تحصيل العلم وإتمام الدراسة في السنة دي والنجاح. بالتأكيد. وبالتالي الإصرار ده انعكس على القائمين على الجامعات في ظل كل ما يحدث من تصعيد داخل الحرم الجامعي يمكن ما شفناهوش قبل كده، وبقوا بيوفروا لهم البيئة الآمنة في الامتحانات، بيأكدوا على إتمام الامتحانات في مواعيدها. اللهم طبعا جامعة الأزهر أجلت الامتحان لمدة ساعة يمكن مرة ومرة تانية لدقايق نظرا للظروف المحيطة، وده تأمين للطلاب أولا وأخيرا، ولكن الامتحانات كانت في معظم الجامعات في موعدها لأنه آلاف بتمتحن عندهم الإصرار وعندهم إصرار، هي دي وعندهم النقطة، هدف. هي دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها، إنه مهما كانت الظروف صعبة إنه لازم يعني نستمر ولازم ننجح ولازم نكمل، وده مهم جدا. يعني إحنا في بيئة العمل الصحفية أو الإعلامية اللي حضرتك فيها تقريبا بندخل جرايدنا محاصرين، أو في ضرب في الشوارع، أو في اليوم اللي كل الناس فيه قاعدة في البيوت وفي مظاهرات في الشارع، هو ده يوم العمل بالنسبة لنا يعني. ومع ذلك بننزل الناس بتنزل تصور وسط الرصاص، الناس بتنزل تعمل أخبار وتقارير وسط الضرب وسط الدم. طبعا تحية بقى يعني على ذكر تحية للصحفيين بصراحة، لأي شخص يعني بينزل ينقل الصورة كاملة وواضحة للجميع، هو بيضحي يعني بالظبط بنفسه. وده اللي بيخليه انه يعني هو ده النجاح. النجاح مش سهل ومش رفاهية ومش أي حد يقدر يعمله. لو أنا عايز أكون إنسان ناجح لازم أتغلب على الظروف الصعبة. لو أنا ما عندي ظروف صعبة ونجحت لا يمكن أحس بقيمة النجاح، وبعدين ساعتها مش هحس انه يعني مش هيفرق معايا نجاح من غيره. مهم جدا انه انا لو تغلبت على الظروف الصعبه ساعتها بس احس ان انا انسان ناجح. وخلينا نسلم وناكد انه فعلا الظروف صعبه، انه الظروف السياسيه صعبه، الاجتماعيه صعبه، بيئه العمل مش سهله ابدا، الرواتب مش مجزيه بالمقارنه بمجتمعات تانية كتير، لكن البديل الوحيد عن النجاح هو الفشل. اللي يرتضي الفشل لنفسه خلاص، لكن مفيش بديل تاني عن النجاح. قابلتي حضرتك في النماذج اللي اتكلمتي عنها ناس ارتضت الفشل كده خلاص؟ بالتأكيد ناس كتير قاعدة في البيوت مش لاقية شغل، حاولتي وإلا معاهم ليه نسبة البطالة عندنا بتزيد؟ حاولتي معاهم انه يعني يتحمسوا اكتر، يحاولوا ان هم يدوروا ويبحثوا عن اللي هم عايزينه في الشغل؟ بالتأكيد مفيش، يعني لما بلاقي نفسي في موقع نصيحة أكيد مش ببخل بيها، لكن في نفس الوقت يعني بتعجب جدا لناس عندها حماس كبير وأول ما تيجي فرصة شغل تقول لا مش هي دي اللي احنا بنحلم بيها وعنده استعداد يقعد. يعني معظم الأحلام اتجاهها إيه يعني؟ ممكن يكون عايز راتب أعلى مش عاجبه الراتب، عايز وضع اجتماعي افضل مش عاجبه الشكل الاجتماعي للوظيفه دي، ممكن يكون عاوز مكان قريب للوظيفه بعيد عليا قوي، يعني مثلا يقول انا مش هقدر كل يوم اركب ساعه او اتنين اروح الشغل. في ناس عندها شروط معينه للوظيفه، والا البديل الوحيد ان هي تقعد في البيت وما عندهاش اي مشكله. اللي حضرتك بتقوليه ده في البنات وفي الشباب؟ على فكره في الشباب منتشر جدا جدا اكتر. ما هو احنا اتفقنا على انه معايير الشغل عند الولد غير البنت، غير البنت ايوه، لكن نسبه البطاله ما بين الولاد اكتر، والبطاله في مصر بتزيد مع ان وظايف الشغل يعني الفرص العمل متوفره، لكن قد تكون لا تلبي الطموحات بالشكل الكافي. يعني في نقطه مهمه ما اتكلمناش عنها خاصه بالعمل، وهي ان تنظم وقت العمل فتنجح. صحيح صحيح. بمعنى ايه؟ مهم جدا ان انا ما استغرقش وقت العمل في حاجات خارج اطاره، زي ما حضرتك كنت بتتكلمي بالظبط على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر والتصفح الجرايد ومكالمات التليفون وغيرها من الحاجات اللي ممكن تعرقل عمليه الانتاج او تقديم الخدمه اللي بقدمها في شغلي. مهم جدا انه انا ما استغرقش وقت العمل كله في الاكل مثلا،
اني اروح اكل ساعه دلوقتي وساعه بعد الظهر، مهم جدا ان انا اوصل وقتي الشغل في الوقت المطلوب، لانه وصولي للشغل متاخر وانصرافي في الميعاد ده طبعا برضو هيقلل انتاجيتي. مهم جدا ان انا ما استغرقش الوقت في احاديث جانبيه مع الزملاء مهما كانت علاقتنا طيبه. مهم جدا انه اقدر اركز واتخلص من ضغوط الحياه خلال فتره شغل، لانه انا لو يعني لو انا تحت ضغوط كبيره وطول الوقت بفكر فيها ومنشغل بيها، ممكن طول الوقت انا قاعد على مكتبي وواصل في ميعادي وما بتكلمش مع حد من زمايلي، لكن انشغال ذهني بامور خارج اطار العمل ممكن كمان تقلل انتاجيتي وتضيع وقتي. نصيحة لأي حد بيسمع حضرتك دلوقتي وبيحاول أنه هو يتقدم لمهنة جديدة، أنه يكون عنده قدر كبير من الحرفية في اختيار المهنة، أنه يواكب ما بين 3 معايير مهمة جدا، وهي الاهتمام والقدرة والدراسة. لو هو مهتم بشيء معين وعنده قدرة على أدائه ممكن جدا يواكب ده بالدراسة. مهم جدا انه مش بس يدور على الحاجه اللي هو دارسها، يهتم بالحاجه اللي هو يعني يدور على الحاجه اللي هو مهتم بيها واللي عنده قدره عليها. لو ال3 عناصر توفروا مع بعض ده شيء عظيم جدا. لكن لو في ناس حابه تشتغل حاجه خارج اطار دراستها تطور نفسها وتاخد وتدرس عشان تكون اكثر مواكبه وتدور بالطرق العلميه الحديثه على وظيفه الشغل على الوظيفه تأهل نفسها باستمرار، ويعني تتبع كل العناصر اللي احنا اتكلمنا عليها وتحاول تنجح مهما كانت الظروف صعبة. شكرا ليكي الكاتبة الصحفية عزة إبراهيم وصاحبة كتاب وظفني. شكرا. ومشاهدينا أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة لصباح هذا اليوم، زميلتنا سارة فؤاد تجولت مع هذه الصحف ومع المواطنين كيف يقرؤون الصحف، أهم العناوين اللي لفتت انتباههم، أهم الموضوعات اللي بتشغل المواطن المصري في سياق التقرير القادم. خلينا نتابع. نحن بشارع الصحافة لنعرض لكم أهم عناوين الصحف القومية وغير القومية التي تتحدث يعني أساسا عن مظاهرات أمس وأعمال العنف التي ارتكبها تنظيم الإخوان أمس. ولكن قبل ذلك أود أن ننوه عن خبر هام، وهو أن اليوم هو أول يوم لتطبيق قرار المجلس الأعلى للصحافة لاختيار رؤساء مجالس الإدارة للصحف القومية وأيضا رئيس تحرير جريدة الأهرام، وهم يعني قد فاز محمد عبد الهادي علام رئيسا لتحرير الأهرام خلفا لعبد الناصر سلامة، وأيضا تم الإعلان عن أحمد سيد النجار رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام وياسر رزق لمؤسسة الأخبار وعبد الصادق شربتلي لمجلة روزل يوسف، وأيضا أعلن المجلس الأعلى للصحافة جلاء جبلة رئيسا لمجلس إدارة الجمهورية وعلاء حيدر رئيسا لمجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط وغالي محمد رئيسا لمجلس إدارة دار الهلال. دعوني يعني أنوه عن العناوين الأساسية والمنشطات الأساسية للجرائد التي تتحدث كما ذكرت عن جمعة أمس التي نظمها يعني الطلاب والمنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين. جريدة الوطن تتحدث وقالت جمعة الدم بين الإخوان والأمن، وجريدة اليوم السابع تحدثت وقالت أن الإخوان تبدأ إرهاب ما قبل الاستفتاء. نحن نعلم جيدا أن الاستفتاء باقي عليه 10 أيام، وأيضا جريدة الأهرام تقول تخريب وترويع في مظاهرات الإخوان، ولكن هناك تراوح واختلاف بين أعداد المصابين وأعداد القتلى، فبعض الجرائد تقول أنهم 2 وبعض الجرائد تقول أنهم 10 قتلى. ولكن وزارة يعني الصحة صرحت مساء أمس بعد منتصف الليل أن عدد القتلى وصل إلى 13 قتلى و57 مصاب، وهناك أخبار أخرى تقال أن عدد القتلى وصل إلى 17 قتلى. هناك أيضا خبر آخر في جريدة التحرير خاص بمحمد حسنين هيكل الكاتب المصري الكبير، يعني أهم المنشط الذي تداوله هذه الصحيفة، قال أن هيكل أمريكا ترسل إشارات عنوانها بلاش السيسي لأنه أسقط مشروعها الكبير، وذلك خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدة على قناة سي بي سي. هذه هي تفاصيل أبرز عناوين الصحف التي
ذكرت كما يعني قلت منذ قليل عن المناوشات التي قاموا بها الإخوان أمس صباح أمس وطوال اليوم واستخدموا فيها قنابل المولوتوف وأيضا قاموا بقطع الطرق وإحراق السيارات وتعاملت معهم قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل.